مرحبتين، كيف حالك يا سيدي؟ نعم، نحن الآن في متابعة، وعلكم تتابعون الآن هذا الحادث الجلل الذي يسفر على عدد كبير من الجرحى والشهداء. كيف تتابعون من موقعكم سيادة رئيس الجهاز المكافحة هذا الحادث، وما هي تبعاته من وجهة نظرك؟ والله يا أخوي، هي لولا شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. هذا دم ناس وأبناء وأطفال لا يمكن أن نحن نزيدوا عليه أو نديروا فيه شيء. نعم. والعمل الإرهابي هذا عمل معلوماتي وعمل أمن دولة، مش عمل عادي، عمل فيه من المعلومات. انت هل تعلم يا سيدي الفاضل ان هالتفجير مبلغ عليه السيد وزير الداخلية، ومبلغ عليه جميع جهاز اي مسؤول في الدولة الليبية، اني مبلغ ان في العشرة حيصير فيه تفجير، ان حيصير تفجير في خلايا ما يديروا ويديروا. انت فاجأ ان موقف انا وجماعتي على العمل عيسبة داعش، عيسبة داعشي وقاتل ضد الجيش وقاتل ابنائنا، يديروا لي رسالة يقولوا لي امشي للتحقيق، انت ماشي من النيابه الحق معك. والناس اللهم كيف يصير فيهم؟ اقسم بالله نبلغ ونسلمهم باليد الوزير الداخليه والجميع. شخص مسؤول، الشخص الوحيد اللي رد علي عون الفرجاني، قال لي تعليمات اليوم وقال لي اكتب. قلت له انا موقف يا سيدي على العمل. طيب. انا محاوليني العمل يا رجل، موقفين عسب ارهاب وهذا ما بنينا هكي. طيب يعني انتم كيف تتابعون هذا التفجير وتبعاته على الخطه الامنيه في مدينه بنغازي وهذا الخرق؟ يعني من يتحمل مسؤوليته؟ يتحملها وزير الداخلية، يتحملها وزير الداخلية سيد إبراهيم بوشناف، اللي لي أسبوع ندور فيه نبي نقابله ما قابلتش. البريد سلمت أخوه، المعلومات هذه سلمت الابنة عن طريق الوارد متاعي، سلمت الأخوه. أنا ما قابلتش لي أسبوع نطالب فيه يا إبراهيم، نبيك يا إبراهيم فيه، دزيت له كتابات ما فيش حد يدور. والله نفاق، أقسم بالله أنا نطالب بتحقيق، نطالب تحقيق معايا. يا نطلع ونحن فاشلين ونمشي نرقدوا في بيتنا، يا هم يحاولوا ويخلوا المجال للرجال اللي يشتغلوا، اما نحن ما لناش مهزله. اقسم بالله يا ولقاف عندي قاعد في يدي انا وعسكريتي، نمشي المحامي يسب شخص ارهابي ميت، ارهابي قاتل ابنائنا من درنا وكارث وطلعناه واعترف عشان نقروح حماتي، يحاولوني لتحقيق. انا مدير اداره ماليش علاقه بالموضوع. نعم تسمع فيا ولا لا؟ طيب في الاستماع. طيب يعني في التفجير ونحمل الضحايا. طيب هل يعني من له علاقة بهذا التفجير؟ إذا كان عندك معلومات أنت أولية، من الذي يقف على هذا التفجير؟ هل هي في جهة سياسية أم داعش فقط أم ماذا؟ يعني أعطيني معلومات أولية. هم زيد علي بالحناق في درنا، مخنوقين في درنا، أعضائي اليوم طالبينهم أقسم بالله قاعدين في المحاور الأمامية بكتابات مكلفات من القيادة العامة، لكن نلقى الجماعة موقفين على العمل ويمشي يحقق. من أمس الكلام هذا سير، نقول لهم يا هو والله مسلمهم المعلومات هذه تسليم باليد، فانا نطالب التحقيق. اذا كان الاداره فاشله فتفشل. والله ما اعطوني حتى جنيه ولا حتى اليه ولا حتى جهاز كشف المتفجرات. طيب بنغازي كانت من المفترض انها تتجهز لعوده مجلس النواب الى بنغازي، وانعقدت حتى جلسه في طبرق حول هذا الشان، وياتي هذا التفجير الان في هذا التوقيت. ملابسه هذا الحادث كيف يمكن ان نضعها في ظل هكذا زوايا؟ يعني زاويه سياسيه، زاويه ارهابيه، من الجهه المستفيده؟ الجهة المستفيدة الإرهاب والناس اللي ما يبوا الجيش، الناس اللي ما يبوا الجيش والشرطة. ما فيش حل قدامنا للقائد العام، ما في لا نواب ولا كلام فاضي يا راجل. تين نواب وين كلام يا راجل؟ أنا نبي طالب تحقيق من أكبر لجنة، سواء من الحاكم العسكري يشكلها أو بالقيادة العامة، لازم يشكلوا فيه. هذه مهزلة ما عادش تنسكت عليها. أنا مكلم المعلومات هذين بيدي، والله الوزير الداخلية ورئيس الجهاز اللي اليوم موقفين على العمل، وين كانوا هذوما ونحن نقطع في ارواحنا؟ يوزع في الكراهه بيمين يسار، ما فيش مسؤول جاب رمع المكافحه، وصيتنا معروف لاهل بنغازي والغيره، لكن انا معايا الله ومعايا القائد العام ومعايا اولياء الدم اللي هم ابنائهم يموتوا توا، مش معايا الناس بتاعين الكراسي. ما فيش مسؤول برام علينا ولا شافنا. والله اليوم نفكر نمشي للمستشار عبد الرحمن اللي بيقول تعال شوف المهزله يا راجل، تعال شوف شو دايرين فينا، يحاولوا فينا على دواعش. والله العظيم اقسم لك بالله العظيم الكلام مبلغين عليه من 10 ايام، قلنا لهم على 10 ايام الاواخر والكتابات موجودات في يدي، وانا نطالب بالتحقيق. يا يحطونا في الحبس يا يخلونا نشتغلوا كيف ما نحن نتعامل مع الارهاب. هذا عمل والله شيء خطير ما ينسكتش عليه. طيب سنتابع معك ومع الجهات الأمنية تفاصيل أو في حال تطور هذا الأمر. طيب أشكرك.